الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مقشر يعني محفز لانتاج الكولاجين كمان، يعني هو بيحتوي على فيتامين سي كمان، وبيحتوي على بعض العناصر الغذائية اللي هي بتغذي البشرة وبتدي ترطيب جميل. وهنشوف مع بعض يعني مقشر رائع جدا، لان طبعا انا عايزة اقول لكم ان يعني في مننا كتير جدا بيحتار يعمل انهي مقشر، فانا بدي لكم بعض الافكار للمقشرات عشان تعملوها. هنشوف مع بعض المقشر الجميل دوت اللي هو بيحتوي على فيتامين سي. اول حاجة انا كده هاخد معلقة من الشوفان المطحون، لازم يكون مطحون يا جماعة، ومعلقة من النشا، ومعلقة كمان من السكر. بس دي ثلاث مكونات بس بسيطة جدا، يعني ما فيهاش اي مشكلة. ده هيساعدك على التقشير السريع، وكمان انت يبقى كده نوعتي من المقشرات. يعني دلوقتي هاخد كده نص برتقانه، شريحه من البرتقان، وابدا دلوقتي ايه اعمل البشره يعني بكل بساطه، يعني سهله. ابدا كده اعمل البشره كلها، طبعا على الايد وعلى الوجه وكل حاجه، يعني بتاخدي بقى كل اللي انت عايزه تعمليه في التقشير تبداي بيه. بعد كده انا بسيبها يعني 10 دقايق، او ممكن ما تسيبهاش 10 دقايق ولا حاجه، يعني ممكن تشطفيها على طول، لان ده تقشير يعني بتحاولي تقشري، طبعا بيشيل التصبغات كلها وبيديكي نتيجه هايله جدا. طبعا انا هشطف ايديا دلوقتي واوريها لكم. طبعا عايزه اوريكم طبعا بعد التقشير، بص ادتني نضاره جميله جدا، طبعا بتشيل التصبغات بقى واي سواد من اثار المواعين او من اثار الميه السخنه، بتخليها جميله جدا. جربوا الوصفة دي، التقشير رائع جدا، بيبقى من البرتقال والشوفان والنشا، يعني مكونات بسيطة، او ممكن لو عندك رز مطحون بدل الشوفان عادي، او دقيق بيبقى جميل جدا، ومعلقة سكر عليه بيبقى روعة جدا، بيديكي تقشير رائع جدا. بس بعد اي مقشر يا جماعة لازم تحطوا اي مرطب، مرطب طبعا للبشرة مهم جدا، لان بعد عملية التقشير بتبقى محتاجة البشرة تترطب، اي مرطب عندك بتدهنيه بعد كده. بس كده، وإن شاء الله جربوها هتلاقيها جميلة جدا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.